نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا في الاول المقطع ديال الفيديو، كنت في الخدمه. المهم ساليت من بعد ما ساليت الخدمه ديالي، جيت قلت علاش لا ما نصور ونشارك معكم فيديو، رغم انني راه تعطلت عليكم بزاف. عرفت انني فرات وما كنلوحش لي فيديو بزاف، كانت واحد الوقفه صراحة. هذيك الوقفه راه بسبب الخدمه ما كانتش كتشيط ليا الوقت بزاف، ما كانتش يعني كنجي مهدوده، ما كيكون فيها مازال ما ندير في الفيديوهات. ولكن اليوم قلت علاش لا ندير فيديو خفيف نطلع عليكم ونطلب منكم يعني تسامحوني على هذا الغياب، وان شاء الله نتمنى خير يكون القدام. ولكن كما قلت لكم البنات راه الخدمه كتاخذ ليا الوقت بزاف، وفي الصباح خرجت مشيت قضيت شي اغراض في الخدمه، طلعت على لي شونتي وهكا وتركت السويقه وخديت شي ديسير هكا، داكشي اللي غيخصني باش نصايب به الفطور. وخليكم معايا البنات، غادي نشارك معكم بعض المقتطفات من الحوايج اللي غادي نصايب نوجد مائده الافطار بالنسبه لليوم. اليوم راه السبت، يعني كنخدموا غير نص نهار، ومهم حاولت انني نحيد شي حوايج من الخدمه ونجي باش نوجد الفطور. اما في باقي السيمانه راه ما نعاودش لكم الجره، راه ما كنوصل للدار حتى لستة العشيه، وكتجري كديري غير هكا هكا باش تقضي الغرض وتفطر ونفطروا. وصراحة راه الناس اللي خدامين اللي غيحسوا بينا وغادي يعرفوني علاش كندوي. اليوم البنات غادي نصايب معكم شهيوات هكا بساط، وقلت علاش لا نشاركها معكم ونشارك معكم الطبيلة ديال الفطور. خليكم معايا. خديت الكيوي واحد الكيلو، وخديت هنايا الخوخ، خديت اناناس وكذلك الفريز. غادي نصايب واحد الطبسيل غير بالفروي، خديت هنا جوج لافوكات غادي نصايبه مع السلطه اللي غادي نوريكم. كاينه واحد السلطه كنصايبها البنات زوينه زوينه بزاف، اللي كتجي رائعه وفعلا كيكون فيها مكونات بسيطه ولكن كتجي رائعه. المهم غادي نصايب معكم هذا الطبسيل. انا البنات هنا درت الماء عن يغسلو، ودابا غادي نوجد واحد الكيكه. غادي نحط لكم في صندوق الوصف واحد القناه جديده تابوناو عندها، شفت عندها هاد الكيكه عجبتني قلت علاش لا ما نجربها. بالنسبه للمقادير ديال هاد الكيكه، انا درت النص ديال سميتو ديال المقادير، ما بغيتش ندير حيت هي درت 6 ديال 6 ديال البيضات. انا غادي نقسم الكميه على النص. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، واحد 3 ديال الخمارات، وفاني والكركاع، وكذلك غادي نحتاجو الاناناس وسنيده. انا غادي نديرو في هذا القالب. وكذلك غادي نحتاجو واحد طانون وواحد كاس ديال زيت المائده، زيت الروميه. خليكم معايا نشوفوا معكم المقادير. سنيده وثلاثه البيضات وفاني، غادي نطربهم مزيان. من بعد غادي نزيد زيت المائده، وغادي نزيد يا اما كاس الحليب اولا واحد الياغورت حتى كيتخلطوا مزيان. غادي نقطعوا هاد الاناناس مربعات صغار، وصافي غادي نضيفوا معاهم الكركاع والدقيق والخمارات صافي باش نديروها في الفران. الفران ضروري سخن البنات. انا درت معكم بالزربه حيت بغيت ندير معكم نشارك معكم كلشي. دابا كما قلت لكم غادي نطرب هاد المكونات، وغادي نزيد المكونات الاخرى مع الدقيق، نديرها في الفران من الفوق، غادي نزوقها بالكركاع وبالاناناس. المهم البنات هنا من بعد ما طربنا البيض مع الحليب والزيت والفاني والسنيده، دابا غادي نزيدو الدقيق. زدنا البنات مربعات ديال الاناناس، دابا غادي نزيدو الكركاع والدقيق والخمارات. صافي نخلطو المكونات وغادي نديرو في هاد العمولة هدا، غادي نديرو في الفران من الفوق، غادي نزين عاوتاني بالكركاع والاناناس. المهم غادي نخلط الخليط، دابا غادي نديرو في العمول وغادي نحطو في الفران. هو الكيك ديالي في العمول، انا زوقتها بهذا الشكل صراحه. ما عنديش الوقت باش نقطع هاد الاناناس هكا دوائر، خليها حتى من بعد ويقطعها راجلي نديرها مع الفروي. دابا درت غير هاد الترونش هكا حيت ديجا كاينين المربعات في الداخل ديال الكيك، وزوقت من الفوق بالكركاع. نتوما تقدروا ديروا دوائر وديروا هاد النص هذا ديال تخليوا هاد النص ديال الكركاع. وهذا انا المهم حطيت ديريكت، ما عنديش الوقت. المهم حتى ديريكت دابا غادي ندخلها الفران حتى طيب، وغادي نمشي نوجد الاطباق الاخرى. لي لانغوست غادي ندير واحد الطبق، المهم ما عنديش السميه ولكن غادي تشوفوا معايا كيجي زوين.
عندي هاد لي لانغوست هادو غادي نديرهم في الماء مع الزعتر ومع الربيع ونحامض والثومه يتسلقوا في الماء. عاد من بعد غادي ندير لهم المطار. المهم ديجا هاد الوصفه ديال لانغوست راه ديجا شاركتها معكم في الفيديو من رمضان القديم تاع داك العام زعما. دابا هادو غادي نديرهم في الماء يتسلقوا مع الاعشاب ومن بعد غادي ندخلهم للفران. غادي نرافق معاهم عندي هنا شويه ديال الكرامه وعندي هاد الحوت هذا هاد صراحه انا ما عرفتش سميتو. المهم هاد شرائح هكا غادي نطيبو نقطعو مربعات وغادي نطيبو مع كراميل وغادي نديرو مع الكروفيت. البنات سمحوا لي على التصوير ديال هاد الفيديو. المهم بغيت نشارك معكم وصافي ما راكم عارفين الوقت ما كايناش ولكن غنت نشارك معكم الوصفات. غادي ندير هاد الكروفيت مع هاد الحوت هذا وغادي نرافقو بالفلافل وكذلك الجلبانه بحال الشكل ديال البايله ولكن غنرافقهم مع لانغوست يعني في الطبق. غادي تخليوكم معايا حتى حتى اخر الفيديو باش تشوفوا الطبق كيفاش كيجي. انا بالنسبه للروس كنستعمل هذه الماركه هذه رائعه جدا عزيزه عليا يعني كتجي مزيانه في الطياب وكتجي ساهله في الطياب. المهم غتسمعوا الفراخ راه المهم كيهضروا كيغنيو ما عرفتش اش كيقولوا ولكن فاش كيسمعوا شي واحد كيهضر كيهضروا حتى هما. المهم البنات غادي نشارك معكم هذا الطبق الثاني الكيكه راني درتها كطيب في الفران خليوكم معايا. انا البنات غادي نصايب بالنسبه بحال الشكل ديال الباليا بالنسبه لذاك الخليط اللي غادي نرافق مع اللونغوست. درت هنايا الفلفله الحمراء الفلفله الخضراء والبصله حكيتها والثومه والربيع وغادي نزيد الحامض غادي نزيد العطريه ديال الحوت وغادي نزيد عند الكالامار والحوت وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. غادي نزيد الحك ديال المطيشه وكذلك غادي ندير شويه ديال الزبده ما غاديش ندير الزيت غادي ندير شويه ديال الزبده ومن بعد غادي نزيد الكروفيت حتى يتحمروا مزيان ويطيب ليا الحوت ديالي. عاد غادي نحيد الحوت وغادي نزيد الرز اللي قلت لكم. صافي البنات المهم كما كتشوفوا انا درت الحوت ديالي والكرامه ومع المكونات الاخرين زدت مطيشه الحك وزدت الجلبانه. دابا غادي نزيد شويه ديال الماء نمرقو نخلي الحوت يطيب مزيان. غادي نزيد شويه من بعد غادي نزيد الكروفيت حتى يطيب الحوت مزيان. ديك الساعه غادي نحيد الحوت وغادي نزيد الرز ديالي نخليه يطيب كما كتشوفوا. هاد الوكله سهله هي بحال الشكل ديال البايله وكترافق باللانغوست. الرز درتو هنا في الكاميله مع شويه ديال المعدنوس والزعتر وشويه ديال زيت العود وكذلك جوج فصوص ديال الثومه غادي تسلقو مزيان. عاد من بعد غادي نخرجو وندخلهم للفران. البنات عندي هنايا المهلبيه ديال الشوكولاته هذه خديتها من مايوان صراحه اول مره غادي نديرها راه غادي نجربها معكم. وهنايا عندي الحليب غادي ندير نزيد 3 المعالق ديال هاد البودره هاد مسحوق المهلبيه وغادي ندير 3 المعالق ديال السنيده نديرهم فوق العافيه يطيبوا مزيان تيعقدوا شويه غادي نحطهم في كيسان حتى نزوقهم يا اما بالشوكولات يا اما بالمكسرات. المهم سمحوا لي على هذا الصوت الصوت ديال لا ماشين ديال المعن قريبه تسالي درتها من ديك الساعه. وقلت لكم البنات غادي ندير معكم هذه المهلبيه غادي نجربها اول مره نجربها الصراحه. المهم غادي ندير هذا الحليب حتى يسخن ليا شويه غادي نزيد 3 المعالق ديال السنيده و 3 المعالق ديال المهلبيه وغادي نقدم معكم نقدمها معكم في الكيسان يا اما نزوقها بالمكسرات ولا شي حاجه بحال هكا. البنات انا خلطتها دابا غادي نديرها فوق العافيه درت سنيده درت هاد 3 المعالق ديال هاد المسحوق غادي نخليها تعقد شويه. عاد غادي نزيد عليها شويه ديال الشكلاط طروفه ديال الشكلاط. المهم هاد الاضافه غير من عندي انا اما هي راها كافيه فيها الشكلاط فيها كلشي. المهلبيه ديالنا من بعد ما طابت كيفاش كتجي كيجي القوام ديالها كيجي عقد. دابا غادي نديرها في الكؤوس. نسيت ما قلت لكمش البنات راه زدت عليها يعني طريفات طرائف قلت لكم الصيام ما يدير. المهم طريفات ديال الشكلاط دابا غادي نديرو في الكويسات. هنا لانغوس ديالي كيطيب درت بهاد الماء ما غاديش نخوي غادي نصفيه وغادي ندير فيه الشوربه ديال الخضره. وهادي هي اللي غادي نديرو فيها على شكل الطيله ديالنا.
بنات من بعد ما حيت داك الكلوفي خليت الحوت ما بغيتش نحيدو وقلت يطيب مازال مزيان كرمه حتى هي. زدت هاد الروس ودابا غادي نخلطهم مزيان وغادي نزيدو عليها الماء. البنات غادي نوجد معكم واحد لصالاد اللي زوينه بزاف وديما كنبغي نشاركها معكم. هنا نسيت ما صورت المقطع الاول ولكن راه ما فيه والو غير الخس. واحد النوع ديال الخس زوين كناخذو من لي غون سيرفاس وكندير عليه طوماط سوغيز وهاد المايس والطريفات ديال الاناناس، طريفات ديال الجبن من السم بالساطر، وكذلك الطريفات ديال الفرماج الاحمر، المهم اختياري. وكنزيد عليه واحد لاصوص اللي كنديرها بالمايونيز وشويه ديال الخل والربيع، وكنخلطوها هكا مع البزار وكنديرو من الفوق، كندير فوق منها الفرماج. المهم كما كتشوفوا البنات بالنسبه للكيكه ديالي هكا كتجي هاد الطريف طحليه حيت كانت هشيشه بزاف، فعلا كتجي هشيشه ورخ يعني كتجي هشيشه بزاف. حتى الا غادي تحيديها من اللمون خاصك تشوري معها، يعني خاصك تردي ليها البال وحتى تحطيها في الطبق اللي غادي تقدميها. بالنسبه للصالاد ديالنا هكا كتجي رائعه وخفيفه وزوينه بزاف. جربوها البنات وخليو لي في الكومونتير قولوا لي كي جاتكم. بالنسبه لهاد الصالاد الاساس ديالها راه كيبقى، وبالنسبه للمرافقات راه مره كديري دجاج، مره كديري كل مره كروفيت، كل مره على حسب شنو متوفر عندك. بالنسبه للطبق ديال الرز بالكروفيت ولانغوست هكا باش درته من بعد البنات، نسيت ما قلت لكم من بعد ما طاب في المقلاة درتو في الأمول ودخلتو الفران باش ينشف شوية، وكنزوقو بالكروفيت من الفوق ولانغوست، وكندير فوق من واحد الصلصة اللي هي المطارد والخل وشوية ديال الربيع وكنديرو من الفوق. بالنسبة لهادو ديجا جبتهم عند ماما، هي اللي عطاتهم ليا، درتهم بحال شكل بسطيلات ولكن بالورقة ديال المسمن. وكذلك هاد لاصالاد اللي فيها خيز ومحقوق والخيار والليمون، صافي هكا كتجي الطبيله ديالي البنات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ورمضان مبارك سعيد. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ولي لايك. بسلامه عليكم.